بتزعقولي ولا ايه؟ اوكي النهارده تعالوا نشرح لاصحابنا البريزنت سامبل تينز النيجاتيف اند بوزيتيف اند هاو كان اي ميك ا كويتشن. بمعنى ان احنا هنشرح زمن المضارع البسيط. احنا جريد 2 على فكره الصف الثاني تمام، بس هنشرح لهم برضو في الكورس زمن المضارع الايه البسيط. بس قبل اي حاجه يو كان ميك سبسكرايب، يعملوا لنا اشتراك اند لايك ويفعلوا زر الجرس عشان ننزل لهم ايه بقيه الشرح تمام. يلا هنشرح النهارده زمن البريزنت سيمبل تينس المضارع البسيط تمام. زمن المضارع البسيط البريزنت سيمبل تينس. يلا هنبدا النهارده اول حاجه هنتكلم عليها في البوزيتيف. ازاي اعمل في البوزيتيف؟ يعني اكتب جمله بشكل ايه مش مفهوش نفي. بنعمله ازاي؟ هنعمل لهم النهارده شفره حلوه قوي وهتخلي اي حد حتى لو كي جي 2 يعرف يحل زمن البريزنت سيمبل تينس اللي هو زمن المضارع البسيط. وجايبين مثال معانا مهاب سنه صغنون وحنين كمان جريد 1. ليه؟ انا هناخدهم تيست كده، هنعمل عليهم اختبار ان احنا نوريهم ان احنا هنشرح بطريقه تخلي حتى بتوع كي جي 2 وجريد 1 يفهموه. خلاص يعني ركزوا معانا. طيب زمن البريزنت سيمبل تينس المضارع البسيط ده بيتكلم عن ايه؟ تمام بيتكلم اول حاجه كده بسيط، اسمه بريزنت سيمبل اس بسيط اس، مش هو اسمه سيمبل سيمبل، وكلمه سيمبل دي بتبدا بالاس لتر اس حرف الاس، يبقى هنميزه بحرف الايه؟ الاس. هنميزه بحرف الايه؟ الاس. يبقى سيمبل اس سيمبل اس سيمبل اس سيمبل اس سيمبل اس سيمبل اس سيمبل. يعني ايه يا معايا يا مهاب؟ اس يعني هنفتكره بايه حنيب؟ بالليتر ايه حرف ايه؟ ايه حرف الايه لسه قايلين؟ اس. برافو علينا. ليه بقى دي شفره كده هنعملها لنفسنا؟ اول ما تسمعوا كلمه بريزنت سيمبل من اي تيتشر هتقولوا له اه سيمبل، اه ده بتاع حرف الايه؟ الاس. ده بتاع ذا ليتر ايه؟ اس. تمام وهنفهم ليه دلوقتي عشان احنا عايزين نفهم جرامر مش نحفظه. طيب طب بيعبر عن ايه كده عشان نبقى ناس فاهمه مش حافظه؟ لا بيعبر عن ايه؟ امتى بستخدم البريزنت سيمبل تينس ده؟ لو بتكلم عن المضارع البسيط. لا هو اسمه مضارع بسيط. عاده عاده عاده. يبقى المضارع البسيط لو بستخدم عاده او حقيقه. سيبك من حقيقه دلوقتي هناخدها لما نكبر شويه. هنستخدم العاده. يعني ايه عاده؟ اه ده انا كل يوم بروح المدرسه الساعه 7. هي مش دي عاده؟ اه. انا كل يوم او كل يوم خميس لازم بروح مثلا لجدتي. مش دي عاده؟ اه. ده انا كل صيف لازم بطلع شرم الشيخ. مش دي عاده؟ اه. تمام. انا كل مثلا كل يوم تلات كل يوم تلات مثلا انا بروح النادي. مش دي عاده؟ اه. انا كل يوم يقول كل يوم ويك اند يعني يوم خميس لازم اروح اتفرج على فيلم في السينما انا وماما. عاده ولا مش عاده؟ عاده. تمام برافو عليك. انا كل يوم سبت واثنين واربع عندي تمرين كاراتيه. عاده ولا مش عاده؟ عاده. يبقى اذا بستخدم البريزنت سيمبل تينس لو انا بشرح ايه؟ عادة. لو انا بشرح ايه؟ عاده. البنوته دي لسه الفيرست سيشن اول محاضره ليها، بس انا عارفه ان هي شطوره وهتعرف تقولي الشغل معانا. يبقى ايه؟ عاده. يبقى دي ايه؟ عاده. عاده. تمام برافو علينا. طيب دلوقتي احنا عرفنا ان احنا ايه؟ سيمبل حرف ايه؟ إيه. سيمبل إيه. خلاص هنقول للناس او اصحابنا اللي بيسمعونا في البيت ان اول ما تسمع سيمبل افتكر حرف الاس. تاني حاجه هيقول لك طب بستخدمه امتى؟ لو عاده. عسل. لو عاده يعني حاجه متعوده عليها. طب تمام اوكي. طيب اسيمبل اس وعاده. سيمبل اس وعاده. اوكي طيب بعد كده بعد ما قلنا سيمبل اس وبستخدمه في حاله العاده، طب يا تيتشر سمر قولي لنا بقى نحل ازاي بقى؟ خش علينا بالتقيل. لا ده انا اقول لكم حاجه تافهه قوي هتحلوا بيها البوزيتيف، هتحلوا بيها النيجاتيف. ازاي تنفوا؟ هتعملوا بيها سؤال. ايه ده التلاته مره واحده؟ اه بدل ما المدرسين بيقولوا لكم اه تعالى اما اشرحه لكم في النفي، تعالى اما اشرحه لكم في السؤال، تعالى اقول لكم ازاي تعملوا جمله. لا ده انا هقول لكم لعبه بسيطه او اغنيه بسيطه دلوقتي هتخليكم تعرفوا تعملوا بيه سؤال وتنفوا وتعملوا جمله. ايه هي بقى؟ انتوا حافظينها معايا. مين بيحب الاس؟ الهي والشي والاه. والمفرد مين بيحب الاس؟ الهي والشي والاه والمفرد. الهي والشي والات والمفرد. طب ازاي يا مس سمر انا هعمل انا هحل كل حاجه باللي انت بتقولي ده؟ معقوله الشفره ولا الاغنيه السهله قوي دي احل بقى كل حاجه؟ اه لوك ات مي. بصوا معايا في الكشكول لو انا عايزه اعمل جمله
تمام، عايزه اقول هو يذهب كل يوم. هو يعني ايه؟ تمام، يذهب يعني ايه؟ جو. تعالوا كده بقى، ده كده بيس سمر بتقول لك اعمل لي جمله في زمن المضارع البسيط ان هو بيذهب المدرسه كل يوم الساعه 7. قلت هو جو. استني استني يا مس سمر، الاغنيه بتاعتك بتقول ايه؟ مين بيحب الاس؟ الاي والجي والاف والمفرق. اه ده دي هي، يعني بتحب حرف الايه؟ بس هنا احط ايه؟ اس، عشان اخرها حرف متحرك. ايه ده؟ هي جوز. وام كمله عادي تو سكول افري ايه؟ every day، كل يوم at 6 o'clock، بيروح المدرسة كل يوم الساعة 7. طب فين العادة دي اهو؟ كل يوم، مش كل يوم دي عادة متعود عليها؟ آه. ايه ده؟ يبقى انا كتبت، ايه ده؟ معقول انا كده كتبت جملة في المضارع البسيط؟ اه اهو الفعل حطيت له ايه؟ اس، عشان مع الهي والشي والايه؟ طب تعالوا كده اعرفكم ازاي هننفي. تعالوا انتوا اللي هتحلوا لوحدكم دلوقتي. تعال ازاي؟ مثلا عندي ازاي النفي بكلمة يا اما دونت يا اما doesn't، يا اما don't يا اما doesn't. هقول مثلا ازاي، عايز اعرف هي هنفيها بdon't ولا doesn't. يلا نغني الاغنيه. مين بيحب الاس؟ الاي والجي والاف والمفرق. يبقى ازاي بتحب الاس؟ لا يبقى تاخد don't ولا doesn't؟ don't. اهو don't هو مثلا مش بياكل، don't ايه؟ eat. بحط وراها الفعل في المصدر. تصدقوا اهو كده انتوا عملتوا البريزنت سيمبل في النفي. ايه ده؟ انا نفيت في نفس الحصه؟ اه في نفس الدقيقتين دول. طب تيجوا نعمل سؤال عشان اعرفكم ان نفس الشفره، ان نتعلم نعمل سؤال لوحدنا برضو. طب يلا، عايزه اقول مثلا هل هي تلعب؟ تمام، ابدا بالنص بقى. وانا بعمل سؤال هبدا بالنص. هي يعني ايه؟ شي. هحط قبلها دو او داز. دو او ايه؟ داز. طب الشي، تعالوا برضو نغني الاغنيه. مين بيحب الاس؟ اه يبقى الشي بتحب الاس، يبقى تاخد دو ولا داز؟ داز. دو ولا داز؟ داز. عشان هي اللي فيها حرف ايه؟ الاس. اهو جيت كتبت هنا داز. مثلا داز شي بلاي تنس افري داي او افري ويك اند. ايه ده؟ ده انا كده عملت سؤال ونفيت وعرفت كمان معاكي اعمل جمله بنفس الاغنيه، بنفس الاغنيه، وهتعرفوا تحلوا بيها مثلا سؤال اللي تشوز. وهجربه دلوقتي اعمل لكم بارت 2 او جزء تاني دلوقتي، هتعرفوا تحلوا سؤال الاختياري بس ايه؟ لوحدكم. وهصوركم حالا وانتم بتحلوا لوحدكم في نفس السيشن. تمام، يلا نقول لاصحابنا استنونا في بارت 2. يلا قولوا لهم ايه؟ استنونا بارت 2 واحنا بنجاوب على اسئله الايه؟ البريزنت سيمبل تيل في نفس الحصه او في نفس السيشن. اوكي يلا نقول لزمايلنا ايه؟ باي باي. انا بقولهم ثانك يو الاول. ثانك يو. ما فيش ثانك يو تيتشر سمر اللي خليكم تحفظوا. ثانك يو تيتشر سمر. ثانك يو. جود باي. جود باي. يلا هنحل برضو على نفس الزمن دلوقتي حالا.